إلى موضوع آخر، حيث نظم ركن الابتكار التابع لمعهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة، نظم مؤخرا مسابقة للبرمجة وحفلا لتوزيع الجوائز على الطلاب المشاركين في دورة البرمجة باستخدام برنامج بايثون التي نظمها المعهد. أكيد تنافس عشرات الطلاب في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر من مدارس دولية وعامة مختلفة ضد بعضهم البعض في الفعالية الختامية. مشاهدينا الكرام، قبل أن نتواصل ويكون لنا حوار مع ضيفنا الكريم في الاستديو، راح أشوف معكم تقرير ولا نعود إن شاء الله. أكثر من 40 طالباً من مدارس دولية وعامة مختلفة تنافسوا ضد بعضهم البعض في مسابقة للبرمجة نظمها ركن الابتكار التابع لمعهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة. شهد حفل الختام تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة التي اشتملت في العام الحالي على لعبة النقاط والمربعات في برنامج بايثون. في حين اختبرت مهارات الطلاب الجديدة في البرمجة والعمل الجماعي وحل المشكلات بطريقة إبداعية، الأمر الذي من شأنه تشجيعهم على مواصلة مسيراتهم التعليمية بجد ومثابرة. إذن عودة لكم مشاهدينا الكرام والحديث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدنا في التقرير. يسعدني لكم معنا السيد عبدالله الأنصاري وهو محلل الأعمال الأول في معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة. مساك الله بالخير وأنا سعد بتواجدك معنا. يا هلا فيك أخوي، شكرا على الاستضافة. الله يعطيك الصحة والعافية أخوي عبدالله. بداية اليوم ما يهمني وأكيد يهم السادة المشاهدين أن يعرفون بشكل أكثر عن هذا البرنامج وأهميته. احنا عندنا ركن الابتكار في معهد قطر لبحوث الحوسبة يقوم بعمل دورة سنوية لبرنامج بايثون. هذه الدورة تكون لجميع الطلاب من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، وتقريبا من سنة بدأنا نقوم بمسابقة البايثون، والهدف من المسابقة تشجيع الطالب على أنه يطبق الأشياء اللي تعلمها في الدورة في حياته العملية. زين بس اخوي عبد الله ما قلت لي شنو البايثون اساسا؟ البايثون هو بروجرامينج لانجويج، يعني استخداماته كثيره، ممكن نستخدمها في الارتفيشال انتليجنت، في المشين ليرنينج، وعنده عده مجالات. يعني هو كبرنامج ممكن يساعدك على حل المشكلات اللي ممكن تواجهها. يعني ممكن نسميها لغه برمجه، يعني هي مثل الجافا وغيرها يعني؟ أكيد. اليوم خلنا نتكلم بعد عن المسابقة اللي تضمنها هذا البرنامج واللي تم تنظيمها من قبل ركن الابتكار. المسابقة هي عبارة عن لعبة النقاط والمربعات. اللعبة هي تكون على برنامج بايثون. المتسابق يكون ممكن يشارك بنفسه أو في فريق مكون من شخصين، ويكون له يحاول يحل 9 مهام، يحلها ويصورها فيديو، وبعد ذلك يتم عرض الفيديو على لجنة التحكيم، ويكون التقييم بناء على الدقة والسرعة والابتكار في الحل. بس هذا لجميع الفئات من الرابع إلى 12 ولا في مراحل أو فئات مختلفة؟ لا، الحل يعني هو يكون يعني تقييم على الأساس اللي درسه في الدورة. يعني المسابقة تكون بس يعني على المواد اللي أخذها في الدورة، فتقريبا يكون المنهج واحد حق الكل. خليني أسألك عن الإقبال وعدد الطلاب اللي شاركوا في هذه المسابقة وشلون كانت أجواء المنافسة بينهم. هي الله يسلمك، كان عندنا 40 طالب. هالطلاب من جميع المراحل، نفس ما ذكرنا عندنا من صف رابع لين الصف الثالث ثانوي، من مدارس خاصة ومدارس حكومية. طبعا الطلاب شاركوا عندنا في أجواء تفاعلية ومرحة، حمست الطالب على أنه يجتهد في هذه الدورة ويقدم أفضل ما عنده. نعم، يعني أخوي عبد الله تشوف مثل هذه الدورات تساعد أن اليوم أبنائنا يكون عندهم شغف من ناحية الحاسب ولغة البرمجيات وممكن يدخل في هذا المجال؟
بالضبط بالضبط. يعني احنا الهدف من هذه الدوره انه يعني نحفز الطلاب اللي هم في هالمرحله العمريه انه يعني يحصل الشغف ماله. يعني هو بوابه ممكن تفتح حق الطلاب انه يكتشف شنو الشيء اللي يحبه وممكن يتطور فيه. ويعني الصراحه ممكن فرصة يدخل في عالم تصميم التطبيقات مثلا الالعاب، يعني ممكن هذه تكون البذره بالنسبه للطلاب ويكون مبرمجين مستقبلا. بالضبط بالضبط. يعني البرنامج اصلا يعني يساعد على تصميم الالعاب ويساعد على تصميم التطبيقات، فيعني هو كبدايه جيده حق جميع الطلاب اللي يعني عندهم انترست حق هالموضوع. اكيد. اليوم خلينا نتكلم يعني عن هذه الدوره، كم استمرت كمده؟ الدوره من 3 إلى 6 شهور. طبعا الدوره عباره عن المبادئ الاساسيه حق برنامج بايثون. هاي المبادئ تشمل الدوال وهياكل التحكم، بالاضافه الى ان علمنا طلابنا طريقه التفكير النقدي والتفكير الابداعي، وكذلك علمنا مهارة حل المشاكل باستخدام البرنامج. أكيد. 6 شهور، بعد هذه 6 شهور أخوي عبد الله شنو تتوقعون من الطالب إنه تظهر عليه؟ وش الأمور اللي تغير في بعد خروجه من هذه الدورة؟ طبعاً يعني في البداية إحنا نبي الطالب يعرف الأساسيات، وبناء على هالشيء يعني ممكن نعرف إذا هل الطالب يعني حب البرنامج، هل هاي شيء يبي يستمر فيه في المستقبل كدراسة جامعية أو ما إلى ذلك. والحمد لله يعني النتائج طيبة وفي إقبال. في التكريم يعني وخلال الدورة كلها بشكل عام، هل أنتوا اليوم في معهد قطر لبحوث الحوسبة جات عينكم على كذا شخص، على كذا موهبة موجودة، أن شفتوا عندهم الرغبة وشفتوا عندهم القابلية الكبيرة في التعلم والتطوير بإذن الله؟ والله يعني هو على أساس الباحثين اللي علموا الدورة كان عندهم طبعا ملاحظات على هالموضوع، ان في ناس يعني كان واضح عليهم ان عندهم اهتمام اكثر من غيرهم، فيعني يتم التواصل معاهم بشكل اكبر حق مثلا اذا في دورات اكثر او شيء من هذا القبيل. اكيد. احنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ومثل هذه البرامج احنا نبيها تستمر ان شاء الله ان شاء الله لفئات اشمل في المجتمع. اخوي عبد الله الانصاري محلل الاعمال اول في معهد قطر لبحوث الحوسبه التابع لجامعه حمد بن خليفه، شكرا لتواجدك في حياتك. تسلم اخوي، ما قصرت. يا مرحبا اخوي عبد الله الانصاري، ما قصرت انت كذلك وجميع القائمين في معهد قطر لبحوث الحوسبه في جامعه حمد بن خليفه. اكيد نايف، احنا وصلنا مع الساده المشاهدين الى ختام حلقه اليوم من حياتنا. اكيد